مرحبا. يعني للأمانة الواحد مش عارف من وين يحكي ولا شو المبدأ اللي نحكي فيه أو اللغة اللي نخاطب فيها هاي الفئات. المصيبة قاعدة بتجينا من الناس اللي المفروض يكونوا قدوة، الناس اللي المفروض اللي توعي، الناس اللي المفروض إنها تكون هي حملة الرسالة، هي اللي بإيدها تأدي رسالتها التوعوية. طبيب بتحايل على السلطات، بطلع من إسبانيا وبروح على اليونان علشان ما يفوت على الحجر. أسألك بالله، هاي مسؤولية بذمتك وضميرك؟ هذا موقف لطبيب حتى تخرج من الحجر وتهرب من الحجر بتروح على اليونان؟ ورحت على اليونان بعدها بترجع بتخالط الناس؟ شو الرسالة اللي انت بتحملها؟ هذا القسم الطبي اللي اقسمت عليه؟ بنخلص من الطبيب بنقع مشكلة الخضرجي. انت لما تكون شخص شاعر انك خالطت اناس وعندك ناس مصابين، مش حرام عليك تظلم هذا الشعب؟ مش حرام عليك تخالط وتجني على اشخاص اخرين؟ ما في أدنى مسؤولية؟ ما في شعور بالمواطنة؟ ما في شعور بالوطن؟ لهالدرجة الأردن رخيص علينا؟ وين الانتماء؟ وين الولاء؟ وين حب هذا الوطن؟ كله في كوم وصبحي باشا في كوم. صبحي أبوه بموت بالكورونا، أخته مصابة، في عمارة كلها ناس مصابين ومحجور عليهم، بطلع بكل أريحية وبروح يقزدل بالمستودع، لا وبتلقى التعازي وبوس وباخذ بالاحضان الناس، وانت المفروض تكون قدام في مستودعات طبيه. يا جماعه عيب، يا جماعه عيب. الحكومه تعبت وهي بتقول لك اشعر بالمسؤوليه، خليك بالبيت، خليك بالبيت للمواطن السليم. فما رايك باللي حامل للفيروس؟ ما رايك بالمصاب؟ ما رايك باللي بيكون عنده اناس مصابين بالكورونا؟ بتفكروها لعبه؟ شو اللغه اللي نحكي معكم فيها؟ والله العظيم شيء يدمي القلب. والله الأردن ما بيستاهل منا هذا الحكي. والله العظيم إحنا بلد فقير جدا، بلد على قده، بلد موارده محدودة. والله العظيم إذا زادت الحالات للأردن يكون في مصاف الدول المتأخرة. ما بدي أحكي كلام نجرح فيه، إحنا بلد ضعيف في كل الإمكانيات، عشان هيك الحكومة أخذت إجراءات احترازية. يا بنكون قد المسؤولية يا بنكون شعب تافه. حكومتنا ودولتنا الأردنية أخذت من أوائل الدول في الإجراءات، وإحنا شعب مستهتر. خلينا نكون قد المسؤولية، خلينا نعشق هذا الوطن، خلي هذا الوطن سليم. هذا الوطن يكفي جرى، هذا الوطن لا يستحمل أي شيء. بالله عليكم، أستحلفكم بالله، أستحلفكم في كل مقدس، خلينا نحافظ على هذا الوطن. بطلنا